الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى ناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. اعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. أبو هناء معزوم. معزوم؟ أنت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا أقعد بفرش، تخليها تقلب دماغها. لا وأمانة ربنا كمان أبو هناء عم الجدعنة. كمان. مساء الخير عليك. النور والجمال والهنا. واحنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه. اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي. يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بذوق ليه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يا علي، هو انت صحيح لقيت شغل؟ زي مفتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تسأليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات. وتعالي نشوف هنرتب ايه فرح اختك. ومين عارف؟ يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ ماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل. راجل كسيب. مش بلطجي. يا نهار ابيض. طلعت حرقة قوي يا جدعان. شكلها هي الونش مش انا.